كنا في الألعاب بارالمبية باريس، تحصلت على ميدالية ذهبية وتحطيم رقم أولمبي. وما يخفى لكمش هذا الشيء ماشي بالسهل. احنا ثاني عندنا إرادة، عندنا قوة، الحمد لله معنا ناس يعني في الخفاء راهي تساعد فينا. ماشي سهل باش تكون بطل، أكيد الأصحاء ويعانيو مبالك احنا من ذوي الهمم. السلام عليكم، معكم جلالة صفية، بطلة بارالمبية متزوجة، عندي 4 أبناء في عمري 41 سنة، مارس رياضة ذوي الهمم، متحصلة على ألقاب عالمية وأولمبية عدة مرات. رغم اللي تم، رغم الفقر، رغم المعاناة اللي عانتها جلالة صفية، ولأول مرة يعني كاين حوايج لأول مرة راني قلتها في القناة تاعكم. ثاني كليت خبز يابس، وأنا ثاني لميت بلاستيك، وانا ثاني لبست قش الجيران. رياضتي قلت لك في 98 في عمري 14 سنة، توفات الوالدة، انا ما نعقلش عليها بزاف. فت لي ابسط الاشياء، كنت كنروح لرئيس الجمعية كدير، والله رجعتوني في الاخر بصح نكملها. رئيس النادي كدير رحلة باش يروحوا للبحر، زميلاتي كامل يديو كابا فيها قش، فيها حوايجهم، انا ابسطها منشفة ما عنديش. 2016 وين تهدمت، اللي رحت للبرازيل الألعاب أولمبية، لحقت كيما اليوم، الغدوة زاد مات لي الوالد، طاح الظهر تاعي أنا ذاك النهار، سما اللي الحيط اللي كنت نتكى عليه شوية زاد رابلي. عندنا عدة صعوبات، من بينهم يعني تمرينات، من بينهم العائلة باش تكون ربة بيت وتكوني تمارسي رياضة. أعطاني ربي زوج يعني ما شاء الله بالعمر كمال، وين هو ثاني راح مساعدني بزاف يعني. ندعي ربي يسمح لي. أكيد أنا في السابق ما كنت بطلة أولمبية ولا عالمية في رمي الجلة، كنت بطلة عالمية أولمبية في رمي الرمح. 2002 يعني تحصلت على أول ميدالية ذهبية في بطولة العالم وتحطيم رقم قياسي عالمي في رمي الرمح، و2004 في الألعاب بارالمبية أثينا. أكيد عندي مدرب يعني ما شاء الله عليه، وين قدر يردني من رمي الرمح للرمي الجلة. مش قدرت أن تحصل على أول ميدالية ذهبية في رمي الجلة في طوكيو 2021. وزاد كانت عندنا وعود الحمد لله مع رئيس الجمهورية، وعطاني هدرة قال لي كوني فحلة وارفع الراية الوطنية في باريس إن شاء الله، وين قدرنا نتحدىو كم الصعاب، خاصة في باريس ما كانش بالسهل أنه علامنا يطلع 6 خطرات في باريس. فرحانة أني عندي 41 سنة وراني نجيب في ميداليات ذهبية ونحطم أرقام قياسية. أنا نقولها من هذا المنبر، مانيش ضد الصغار، ماذا بي أنا ننشئهم أنا بيدي. نعد أولا الشعب الجزائري، ونعد كم الناس اللي تتبع جلالة صفية، ما دمني نقدم للجزائر الميداليات الذهبية ولا الفضية ولا البرونزية، على الأقل نقولوا له بوديوم، راني هنا لآخر مطاف. وحتى وكان في سني 60 سنة، قلت له جملة واحدة أخرى، قلت له راني في الولايه شويه محقوره، قال لي مادامني انا هنا واحد لحقك.